مرحبا بك ملاك، ومرحبا بكافة مشاهدي نسمة ومستمعي لإذاعات الشركة. بالنسبة لأخبار قفصة اليوم، أكد وزير النقل أنيس غديرة أنه يتواصل العمل على تقوية مدرج مطار قفصة قصر الدولي ليصبح بطول 2900 متر عوض عن الطول الحالي البالغ 1350 متر. كذلك أشار الوزير خلال تدخله بالبرلمان أمس أن مشروع تهيئة المطار تطلب تكلفة مالية بقيمة 15 مليون دينار. كذلك في أخبار قفصة، يعيش أهالي منطقة ماجورة الدخلة من معتمدية سند مشاكل بالجملة بسبب انقطاعات مياه الشرب واضطرارهم لاستهلاك مياه درجة ملوحتها 3.7 جرام، إضافة إلى حالة الطريق اللي تجاوزت أشغال صيانتها الأجل المحددة. كذلك حالة المدرسة السيئة بسبب السقف الذي تخترقه مياه الأمطار.